طيب خلينا بقى نروح نشوف الناس بتقضي يومها ازاي على البحر ومنطقه مارينا طبعا المجاوره لابراج الماسه، وللابراج بتطل عليها من كل الاتجاهات. الناس بتحب تقضي اليوم على البحر، عندنا ناس تحب تقعد على البحر بس تستمتع بشكل البحر، وكمان عندنا كمان بقى كل الفئات العمريه اللي بتحب يعني تجرب الالعاب المائيه، وخصوصا طبعا الاطفال بيستمتعوا بهذه الالعاب المائيه. هناخد حضراتكم في جوله يعني في مارينا نتفرج على الالعاب المائيه ونستمتع مع حضراتكم بالصورة. المهندس خالد أحمد محمود سرور رئيس جهاز القرى السياحية اللي من ضمنها مركز مارينا العالمين. أنا باشمهندس محمد بوبوس، إحنا هنا من 91، بقالنا حوالي 30 سنة في مارينا، من أيام مارينا واحد، وبعد كده جينا مارينا 3، وبعد كده جينا مارينا 7، بقالنا 15 سنة فيها، كانش لسه فيه الحاجات دي كلها. مركز مارينا العالمين ابتدى التنفيذ فيه او الخطوات الجديه فيه كانت في نهايه الثمانينات، انما ابتدى التشغيل بتاعه في سنه 98 تقريبا. زمان طبعا ما كانش فيه غير مارينا، كان بالنسبه للناس الساحل كله مارينا، مفيش اي حاجه ثانيه. دلوقتي بقى فيه كره كتير جدا، البحيرات اكتر اقوى حاجه في الساحل دلوقتي، اي حاجه في الميه بالنسبه لهم مارينا هي التوب. فيها بحيرات تتعدى الألف فدان، وبحيرات يعني من أفضل البحيرات اللي موجودة في معظم بلاد العالم. بحيرات مارينا، البحيرات هي أقوى حاجة في مارينا، وهي الحاجة الوحيدة اللي شايلة مارينا. مارينا تسمت بالاسم ده لأن كان فيها أول مارينا لليخوت. هي عبارة عن 3600 فدان، تقسم لست مناطق بيحكمها من على الطريق الساحلي 8 بوابات. عندنا لانشات، عندنا جتات، عندنا جيت بوت، عندنا باراسيلينج، عندنا فلاي بورد، عندنا كل حاجه. في عندنا اربع مراكز تجاريه داخل مركز مارينا العالمين. عندنا في خلال الاربع مراكز الشمالي مدينة بهذه العظمة. بيميز برضو مركز مارينا العالمين ان هو قريب جدا من الطرق الإقليمية، سواء كان الطريق الساحلي والطريق وادي النطرون، واللي سيادة الرئيس أوصى برفع كفاءتهم وان هم يبقوا على قدر هذه المدن اللي بتنشأ على الساحل الشمالي. زي ما شفنا وتابعنا من خلال هذه الجولة، يعني كل الألعاب المائية اللي موجودة وبنشوفها في كل دول العالم موجودة هنا، الفلاي بورد، البوتس، الجيت سكي، ألعاب مائية كتيرة موجودة كنا بنشوفها وبننبهر بيها كمان يا هدير بره، بقت موجودة عندنا الحمد لله. بس أنا أنتِ قبل وإحنا بنقدم التقرير بتقولي إن الأطفال بيستمتعوا قوي بيها والكبار كمان بيستمتعوا بيها على فكرة. واضح إنك لعبت إمبارح بقى. لا والله اشتغلت بس.
طيب احنا يعني على مدار الحلقه هنتفرج على حاجات كتير. الحقيقه انه الصوره على البحر مبهره، ويعني صوره ممتعه كمان، يعني من حقنا ان احنا نستمتع بشواطئ بلدنا ونشوف عليها كل الالعاب وكل الاوقات اللي كنا يمكن بنفتقدها طول العام. النهارده احنا بنتكلم عن المدينه السياحيه المختلفه المتنوعه اللي مكمله على مدار ال 12 شهر ده الجديد اللي بتقدمه العالمين الجديده للعالم.